في اليمن شهدت مختلف المحافظات مسيرات وتظاهرات داعمة للمقاومة الفلسطينية واستنكارا لمجازر الاحتلال التي تتواصل منذ 7 أيام متتالية. وطالبت التظاهرات الحكومية العربية والإسلامية بمواقف واضحة تدين الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد الإنسانية. كما طالبت البيانات الصادرة عن المسيرات الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية بالقيام بواجبها في نصرة وحماية أبناء غزة والخروج من مربع الحياد المخزي. المشاركون في المسيرات شددوا أيضا على اتخاذ مواقف مشرفة لنصرة فلسطين والأقصى والمرابطين الذين يقدمون أروع التضحيات نيابة عن الشعوب العربية والإسلامية. ونددت التظاهرات بالموقف الأمريكي المنحاز لعمليات الاحتلال والداعم لمجازره الوحشية ضد المدنيين في غزة، مطالبة مجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية بإدانة المجازر في غزة وإدانة الدول الداعمة لهذه المجازر. نطالب الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية القيام بواجبها في نصرة وحماية أبناء غزة والخروج من مربع الحياد المخزي، كما نطالب بدور واضح وجلي من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، فالحياد جريمة والخذلان خيانة لا تغتفر. نطالب مجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية بإدانة المجازر في غزة وإدانة الدول الداعمة لهذه المجازر. ندين الموقف الأمريكي المنحاز لعمليات الاحتلال والداعم لمجازره الوحشية ضد المدنيين في غزة، ونعتبر هذا الدعم مشاركة مباشرة للإرهاب الصهيوني ضد الشعب المحاصر في غزة العزة والمجد. إذن نتحدث أكثر عن الموضوع مع المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد العزعزي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أختي. إذن هناك تفاعل كبير على مستوى عربي كان أو يمني، ما هي دلالات وأسباب هذا التفاعل الكبير؟ هذا التفاعل الكبير الحاصل في المنطقة العربية من قبل الشعوب العربية هو بفعل تلك الركاكة التي برز بها الخطاب العربي السياسي، إذ أن هذا الخطاب أصبح أقل من طموحات الناس وكأنه لا يعبر عنهم، فخرج الناس بأنفسهم للتعبير عن أنفسهم، وكأن هذه المظاهرات هي صوت الشعب العربي وموقفه من هذا الكيان الغاصب والدول التي تقف خلفه. غزة ليست سوى 360 كيلومتر، هل تتحمل بارجة كالبارجة الأمريكية الموجودة في المتوسط أو التدخل البريطاني والبوصورة القوية المفتوحة من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا باتجاه الكيان؟ أعتقد أن الطائرات التي تمارس القصف هي من نمط F-35 وأغلبها تقلع من البارجات، وهناك ستهونات عن وجود قوة على الأرض. هذه ردة الفعل، هذا يستعد اليوم إسرائيل تمارس جريمة ضد الإنسانية، إبادة جماعية لمجتمع وعقابا جماعي. هذه جرائم ضد الإنسانية يتورط فيها الأمريكان، خصوصا بعد أن اتضح كذب الرئاسة الأمريكية رئيس أكبر دولة في العالم يمارس الكذب. هذه الدولة أصبحت اليوم وما تطرحه، إذا كان وصل مستوى الكذب والتدليس إلى هذه الدرجة، كما أنها توزع تلك التهم الجاهزة التي ابتدعتها في أحداث 11 من سبتمبر إلى اليوم في وصم كل ما تراه لا يدور ظنك لكها بالإرهاب وتغاضي أو سكوت المنطقة والعالم الإسلامي بشكل عام أمام هذه المسألة كارثة. يبدو أن هذه الشعوب قد تندفع للدعوة إلى عقد
إلى عقد اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. أعتقد أن هذه المنظمة قد يكون صوتها أقوى وقد يكون موقفها أفضل بحكم أن أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع هذه الأحداث غير الاحتلال وجرائم إسرائيل هي ما تمارسه بحق المقدسات الإسلامية خصوصا المسجد الأقصى، ما تمارسه من عملية تحكم وانتهاك للحق الديني وللرموز الدينية الذي تمارسه بشكل منتظم إسرائيل ضد هذا الرمز الديني الذي يعد ثالث أهم مسجد للأمة الإسلامية بشكل عام. فهذه تقتضي من الإخوة في رئاسة منظمة المؤتمر في المؤتمر الإسلامي أو من جماعة حماية الأقصى التي يتزعمها الملك المغربي محمد الخامس أن تدعو بها إلى اجتماع، ولأن ما عقد من اجتماع في جامعة الدول العربية كان سقف خطابه أقل مما هو متوقع، وأيضا ما يمارسه وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة والابتزاز ومحاولة اليوم أن يفرض على الإخوة في قطر إغلاق مكتب منظمة حماس في تلك المنطقة. هذه كلها تتراكم كالتجازات قد تؤدي إلى استمرار فعل التظاهر، أو أن الغرب يستعدي العالم الإسلامي بأكمله الذي يتجاوز تعداده 1.3 مليار. نعم، هذا الزخم الشعبي الكبير الذي تشهده دول إسلامية وعربية عديدة، كيف يمكن استغلال هذا الزخم والدفع عربيا وإسلاميا في للتقدم في نحو يعني إحراز خطوات نحو القضية الفلسطينية؟ أعتقد أن هذه المسألة تقتضي العمل على أكثر من اتجاه. أولاً العمل على الاتجاه الإنساني وأيضاً على الإعلام وتبني الجالية الإسلامية في كافة دول العالم فضح هذه الدعاية والبروباغندا الإسرائيلية وإسقاط ما يمارسه الأمريكان من الإسلامفوبيا الذي يمارسونه بشكل منظم منذ أحداث 11 سبتمبر ويبتزون العالم به. الولايات المتحدة أنهكت بلدان، الولايات المتحدة قتلت أكثر من 2 مليون مواطن في العراق بحقوق واهية عن أسلحة دمار شامل لا وجود لها، أسقطت أفغانستان للسيطرة عليها بتهم الإرهاب، قبلها كانت قد أخذت ليبيا أيضا ما ارتكبته المجازر في سوريا. استباح الغرب هذه المنطقة بشكل عام والعالم الإسلامي، فيتم الآن التراكم، وعلى ضوئه فإن ردة الفعل لا تنم على ما يحدث اليوم، لكن هي رسالة أساسية موجهة للغرب وهي لن تتوقف وسوف تستمر. وأعتقد أن الولايات المتحدة وأيضا بريطانيا فرنسا والقاعدة العسكرية المسمى إسرائيل التي هي ليست سوى مجرد قاعدة عسكرية للأمريكان داخل المنطقة وسيكون مسلطا عليها، لذلك سوف يتصاعد ردة الفعل إلى أن يتم التغيير. على الإخوة المواطنين العرب والإسلاميين العاجز جدا أن يساهم في نشر كل ما يفضح ادعاءات الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين وإسرائيل بدرجة أساسية وانتهاكاتها، يجب أن ينشر على وسائل التواصل المختلفة برغم أن هذه المواضيع تلاقي حقبا في شكل كبير، لكن هي الوسيلة المتاحة، ويجب أن يتغير خطاب الإعلام العربي ويجب أن يتطور الموقف السياسي العربي إلى مواقفه. نعم، فيما يتعلق بالموقف السياسي والحكومات العربية والإسلامية، ما الذي يجب أن تفعله هذه الحكومات لتلبية مطالب شعوبها إزاء القضية الفلسطينية في حدود الممكن؟ إذا صح القول في حدود الممكن بالعودة إلى اتفاقية جنيف 1949 والعودة إلى بقية النصوص وإلى محكمة العدل الدولية والضغط والدفع بالقضية، لأنها لن تمر عبر مجلس السلام في ظل وقوف الثلاثة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، فيجب أن تمر عبر هيئة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة. يجب أن يتم عقد اجتماع لكافة دول رابطة العالم الإسلامي وترقية بعض الدول من أعضاء مراقبين إلى أعضاء دائمين، خصوصا أن دولة كروسيا الاتحادية كانت عضوا مراقبا في هذه المنظمة، وأعتقد أنه حان الوقت ما دام تم الاعتراف بالدين الإسلامي في دولة روسيا كدين ثاني للدولة أن يتم ترقيتها إلى عضوا دائم داخل المنظمة
أي أن هناك عشرات أو من الأساليب والوسائل بما فيها التهديد بوقف مسألة تزويد الغرب بمصادر الطاقة خصوصا النفط والغاز. نعم، وصلت الصورة. المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي كنت معنا، نشكرك شكرا جزيلا.